عقد أمناء الأحزاب لقاء حواريا مع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات لبحث ومناقشة سلامة الغذاء والدواء وأبرز الضوابط التي تعمل عليها المؤسسة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. وأكد عبيدات على أهمية الأمن الغذائي في الأردن ورفع مستوى سلامة الغذاء المتداول والمستورد، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1400 مصنع و 52 ألف منشأة غذائية في الوقت الذي تزداد فيه الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي بأهمية سلامة الغذاء وفاعلية الدواء. المؤسسة أثبتت خلال العشر سنوات الماضية قدرتها على على العمل والتواصل، فكان لها اتفاقيات ومذكرات تفاهم محلية مع عدة قطاعات من ضمنها وزارة الصحة ووزارة الزراعة وسلطة إقليم العقبة وأمانة العاصمة وغيرها من البلديات، وأيضا خارجيا كان لنا اتفاقيات مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الجايكا اليابانية، منظمة الأغذية الفاو. طبعا احنا بندرب برضو العديد من أشقائنا من العراق وكردستان واليمن وليبيا وفلسطين والسودان، ولكن المذكرات والاتفاقيات مع الخارج هي أكثر صراحة فاعلية مع مذكرات الداخلية. وبين عبيدات أن قيمة الاستهلاك السنوي للغذاء المستورد بلغت 2 مليار و200 مليون دولار سنويا، فيما بلغت أعداد البنود الغذائية المستوردة في عام 2013 نحو 70 ألف بندة. فكان واضح أنه في تحول من الأنماط الطبيعية لدى المواطن الأردني للاتجاه إلى الأنماط الاستهلاكية الجديدة، والتحول أيضا من الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والأولاد والفيتامينات، وراح للأطعمة الغنية بالفيتامينات والسكريات، واللي هذه برضو بتقودنا، وزميل الدكتور خالد والباشا برضو أطباء بقودونا للأمراض اللي ممكن تنتج في المجتمع ونتأثر صحيا، واختلاف سن الوفيات، وأحيانا بيحكوا عن نسبة السرطانات إنها زادت. أنا بالمناسبة بحكي إنها نسبة السرطانات في الأردن هي ضمن المستوى الطبيعي، إذا بناخذ الزيادة الطبيعية والقسرية اللي صارت على السكان فهي ضمن المستويات، ولكن كان سابقا بجوز وسائل التشخيص ما كانت متوفرة في الأردن، فمن هون صرنا نشخص أكثر الحالات، وفي عندنا مراكز برضو بتقدم هذه الخدمة. وأوضح عبيدات أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت ب 143 ألف زيارة تفتيشية لجميع المنشآت عام 2013، مشيرا إلى أن حالات التسمم انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.